اسمي أنتوني غسان يارد، عمري 26، وصار لي عايش كل حياتي بأفريقيا. باسبوري جنسيتي برازيلية، بس أهلي اتنيناتهم لبنانية، إخراج إيد لبناني. نحن عائلة 4 أولاد، عندي خيين وأخت، كلنا منحب الفن والحياة والسهرات والبساطة. أنا وصغير كنت صبي الغريب الضعيف قاعد بالصف، كنت هالتلميذ الشيطان الرزيل الحربوق اللي كان يضل يتساءل على الأساتذة، يضهروني من الصف، يفوتوني، ما يعرفوا شو بدهم. توصلنا لهالمرحلة، تطورت، كبرت، شديت على حالي، تكسرت، وهلا وصلت مرحلة بعرف شو بدي. أهلي تعذبوا توصلوا لمرحلة اللي وصلوا عليها هلا، وتزيد فوقها أنا كمان عذبتهم، بس كل هالعذاب ما وقفون من ما يعطوني كل الحب. كل يوم بفشل، ما فيني أرضي كل العالم، بس بتخطى الفشل اليومي لأنه كل يوم طور حالي، كل يوم بتحسن، كل يوم بتعلم، وكل يوم رح ضلني أتعلم. أكتر شي ببسطني، أكتر شي بضحكني، ما فيني حدد وحدة بس، هي إنه قعدة العيلة. أكتر حدا وقف حدي بالعيلة هي أمي. كنت أفرط بسهولة، بس أمي تضلها واقفة حدي. بدي أقول لخطيبتي إنه بحبها كتير، وأنا ناطر نهار لأتجوزك تتعذبيني كل حياتي. يمكن يكون في ستارت أبس أحسن مني، بس أنا أكيد إنه الشغف اللي أنا عندي إيه هيدا اللي رح يوصلني.